من قلب الشام، من أقدم عاصمة مأهولة بالتاريخ، كل شارع بيحكي فيها حكاية ولكل حجر فيه قصة. ومن علامات الشام المميزة الأسواق المختصة بالمهن، ومن هي الأسواق وهي الشوارع شارع الأبابية هلا زال محافظ على هي المهنة وهي الصناعة. خلونا نتابع بالمادة التالية. هلا أنا بالنسبة للمهنة أنا صلي شيء 60 سنة، وهي مهنة أقدم كتير يعني من زمان يعني هي صلى شيء 400 سنة يعني كانت مهنة قديمة. أول كان في أصناف كتير، هذا شيء اسمه راديو، شيء اسمه بقاب، اسمه هيك راديو بقاب. مثلا بالقرى هون كان كل قرية مثلا دارية بقاب ديراني بقاب ليحاني بقاب كذا يعني. هلا هذا كله انقرض نصفي يعني. والله بيختلف من نوع للتاني حسب المنطقة والتربة والقرية اللي بيلبسوا فيها يعني. يعني مثلا دارية له موديل، مليحة له دورية، يعني بتشتون كل منطقة على حسب التربة تبعها والأرض اللي بيعدوا فيها بالبيت. مثلا في طين ما في طين يعني، هي شغلات يعني. هلا الشريحة الصفياني يعني كل ما طلعت عمارة كل ما بخف شغلنا أكثر. كانت بالأول بيوت عربي وكل واحد ياخذ إله ولأولاده يلبسوه بأرض الديار. هلا بتطلع بنايم ما عاد في مجال يعني، بيقول لك وجع راس وطقطقة وكذا، هي تسخيت يعني. إذا واحد بيعرف هيك طهارة ونجاسة بحط لك بالحمام يلبسوه الكل يعني. والله أنا بتحس بنفسي يعني، بتمنى إنه تكون يعني لساتها مستمرة ونقدر نكمل فيها وكذا، بس يعني الظروف عم تيجي بعكس، ما عم يطلع بينا نقدر نستمر يعني. إذا في تشجيع من الدولة وكذا للمحافظة مثلا يعني، مو مساعدات مادية يعني، مثل ما بيقولوا إنه يقدروا يوقفوا على رجليهم ممكن نضل، أما إذا ما في مساعدة خلاص ما انتهت يعني. يعني مثل الشروال، مثل الطاقية والطربوش وكذا، مين ما بيلبسوا هذا؟ مستحيل يعني. يسوي فلكلور بيلبسوه كذا، وهذا نفس الفيلم يعني.